لا تقتصر حياة الراهب هابيل داخل دير الأنبابيشوي على أداء العبادات والصلوات، فبعد أن قرر الرهبنة منذ 30 عاماً وهو يعيش حياة متكاملة أركانها الجهد والعمل وهدفها الوصول إلى صفاء ونقاء روحي، لا يتواجد خارج أسوار هذا الدير. أنا جيت الدير هنا في 1/8/84، إنما فكرة إن الدير يبقى فكري، موضوع الربانة تبقى فكري، بدأ معايا وأنا في 3 إعدادي لغاية ما خلصنا دراسة واشتغلنا شوية ورحنا الجيش شوية وجينا على الدير على طول. دخلت الدير وأنا سني 24 سنة. لكن بجوار العبادة لازم يبقى فيه عمل. قديس بولس الرسول قال: من لا يعمل لا يأكل. هابيل واحد من مئات الرهبان الساكنين داخل الأديرة التاريخية 4 بوادي النطرون، التي لها تاريخ طويل يجسده ما بها من كنائس تضم كنوزاً أثرية وكنسية لها قدسية خاصة لدى أبناء الديانة المسيحية. في القرن الرابع كانت برية شهيد فيها 53 دير، اللي هي تشمل وادي النطرون والخطبة. 53 دير دول كلهم اندثروا، حالياً ما تبقاش منهم الغير 3 أديرة. أقدمهم دير البراموس، يليه دير أبو مجار، ثم دير الأنبابشوي. أما دير ست العذراء مريم الشهير بدير السريان اللي جرنا مباشرة، ده اتبنى بعدين بأكتر من 100 سنة. ولعل بروز أهمية دير الأنبابيشوي عن باقي الأديرة يرجع إلى احتوائه على أكبر كنيسة في وادي النطرون، هي كنيسة الأنبابيشوي إلى جانب مزار البابا الراحل شنودة الثالث. الناس بتحب كل الأديرة في مصر سواء القديم أو الحديث، ولكن بالنسبة لدير الأنبابيشوي بالذات، لأن فيه جسد الأنبابيشوي مؤسس الدير وصديقه الأنبا بولا الطموهي، وفيه جسد البابا شنودة الثالث، أنه أوصى أن جسده يبقى عندنا. وتظل هذه الأديرة مفتوحة للزيارات الدينية والسياحية للتمتع بما فيها من أثار، إلى جانب إمكانية شراء الزيوت الطبيعية والأعشاب الطبية التي تنتجها.